يا صادق الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اليوم راح نتحدث عن موضوع ليست من المواضيع العادية، هو من المواضيع العالية في المستوى، ما يحتاجها الشخص العادي، ولكن اللي يمتلك هذه المهارة تضيف له إمكانية وقدرة وميزة عن الآخرين، وهو بناء الشخصية القيادية. اليوم راح ناخذ 6 قواعد تجعل منك شخصية قيادية. القيادة ليست أن تقود الآخرين فقط، القيادة أن تكون بروح قائد، تقود نفسك، تقود أسرتك، تقود الظروف، وتقود الآخرين كذلك. القيادة ليست السيطرة أو الإدارة، لا، القيادة هي أن تشعر أنك تستطيع أن تغير توجه الآخرين برضاهم وليس غصبا عنهم. القيادة هي أن يشعر الآخرين أنهم يتوجهون بالطريق الذي توجههم إليه بحب ورضا تام. أول قاعدة من قواعد بناء الشخصية القيادية هي الثقة بالنفس، والثقة بالنفس هي أساس المهارة. الثقة بالنفس باختصار هي أن تكون واثقا بكلامك ولغة جسدك وطريقتك ونبرة صوتك، وأن تكون تقدر ذاتك ونفسك ويشعر الآخرين أنك مقدر. القاعدة الثانية، القائد يلهم الآخرين، يغير الآخرين بالإلهام. لما أنت بتوجه الآخرين لابد أنك تحفزهم، بدلا من أنك توجههم فقط بالأمر كمدير أو مسؤول، توجههم بالمحبة، توجههم بالتأثير، بالإلهام، تشعرهم أن هذا الأمر سوف يعطيهم قيمة، أنه هذا الأمر سوف يكون إنجاز للجميع، تشركهم بإنجازاتك، تشركهم بنجاحاتك، تقنعهم بالأفكار اللي عندك، تخليهم ينسجمون معك بطريقة تفكيرك. الإلهام والدعم النفسي يجعل الآخرين يتبعونك في قضيتك أو بتفكيرك أو حتى في هدفك. الأمر الثالث، القائد هو من يجعلك تخرج أقصى طاقاتك. القائد هو من يجعلك إنسان ذا قدرات أكبر من السابق. القائد يعطيك ثقة لكي تتميز. فالقاعدة الثالثة تقول أبرز قدراتهم. لما أنت تستنطق أجمل ما هو موجود عند الآخرين، تحفز الشخص أنه شخص مبدع أو أنه شخص متميز، وتحمله مسؤولية وتعطيه مجال أنه يبدع ويبتكر، هذا الشخص راح يحب أنه يسمع لك أو يتبعك. لما تكتشف القدرات الموجودة عند الشخص وتعطيه أو تدعمه بالمميزات أو المؤهلات أو الأشياء اللي تساعده على الإنجاز، يحس أنك فعلا قائد. القائد هو ملهم وواثق ويخرج أفضل طاقات بالآخرين، يدعمهم معنويا ونفسيا وماديا حتى إلى أن يصلوا إلى أقصى طاقاتهم، ممكن حتى يدربهم أو يوجههم للمكان اللي ممكن يطورون فيه المهارة الموجودة عندهم. القاعدة الرابعة لبناء شخصية قيادية، تحمل المسؤولية. من الصعب أنك تشعر أن هذا الإنسان قائد وهو غير مسؤول. القائد واثق، شجاع، يتحمل مسؤولية، إذا أخطأ يعتذر، أنا آسف وحقكم علي، أنا أخطأت، ويحسن ويعدل الخطأ، يتحمل مسؤولية الأخطاء ويتحمل مسؤولية قراراته ويتحمل مسؤولية المستقبل، ويعني يتحمل مسؤولية الأحداث اللي تحصل حتى لو كان هو خارج إطار هذه الأحداث، يتحمل مسؤولية ليس بإرهاق الذات، لا، أنه يخرج مهاراته وقدراته أنه يساهم بتحسين الوضع الحالي. فالقائد شخصية مسؤولة من الطراز الأول. باختصار القائد لا يتهرب، لا يتهرب من الأوضاع ولا يلتف خلف الكواليس، يتحمل المسؤولية ويحسن. وهذا الأمر يدخلنا على القاعدة الخامسة اللي تكون عندنا شخصية قيادية، وهي المبادرة وتقديم الدعم للآخرين. لما يشوف أحد محتاج دعم يبادر يساعده، يبادر بأنه يجمع الأشخاص،
يبادر بأنه يفتح مجلسه ويجمع الناس، يبادر بأنه يعني يجيب فكرة مبتكرة لتطوير المكان، يبادر مبادر، يبادر بالأفكار، بتجميع الآخرين، يبادر بأنه يعني يحل المشكلة. المبادرة الدائمة في مساعدة الآخرين وبتطوير الأماكن والأشياء يكون عند الشخص شخصية قيادية، وتجعل الآخرين ينظرون له على أنه قائد واثق من نفسه. القاعدة السادسة والأخيرة والمهمة، القائد مخطط ناجح ولديه رؤية، لديه خطط يسعى لأجلها، عنده رؤية، يعرف هو كيف راح يكون بعد 5 سنوات. ما في أحد يقدر يعرف 100% كيف راح يكون بالمستقبل، ما في أبدا، لأن المستقبل بعلم الغيب، ولكن يعرف إيش الأشياء اللي ممكن يحققها لو استمر الوضع حسب الخطط. يعرف أنه والله بإذن الله بعد 5 سنوات راح أكون محقق الدكتوراه، بعد 5 سنوات راح يكون عندي مثلا شركة، لأن من الآن يجمع مال ومن الآن يقرأ في كتب إدارة المشاريع والنجاح المالي والتجارة الإلكترونية، فهو عنده خطط وراسم خطة، راح أوصل الميزانية هذه، بعدين راح يعني مثلا أدخل في هذه الشراكات أو جالس أثقف نفسي في هذا المجال، راح أفتح مشروع، عنده خطط وعنده رؤية، الرؤية واضحة، عارف الهدف، وضع له هدف بعيد المدى، وعنده خطة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف. هذه باختصار مهارات القيادة، وهذه باختصار ما يحدد شخصيتك ويحولها من شخصية عادية إلى شخصية قيادية. طبعا مهارات القيادة كثيرة وتتخطى 25 مهارة، ولكن هذه خلاصة الشخصية القيادية. فإذا امتلكت الثقة بالنفس وحفزت الآخرين وألهمتهم وأظهرت أفضل قدراتهم وتحملت المسؤولية وبادرت ودعمت الآخرين ولديك هدف وخطة واضحة متجه إلى هذا الهدف بثبات، سوف تكون شخصية قيادية وأنت لا تشعر، ومع مرور الوقت سوف تكسب تقدير أكبر لدى الآخرين. الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثران يعليك في المقياس.